غدا وعلى بركة الله. عندي هنا قرصة الملحة، غندير جوج البيضات بسم الله، غادي نطرب واحد شوية بالطراب عاد باش نزيد السكر بسم الله. غادي نبقى نخلط حتى يطلع ليا الخيط مزيان. دابا حيت معايا الباطوكي خدامه اللي سمعوني، عاد باش نزيد واحد كاس تاع الزيت. دابا ملي طلع الخيط شويه وبياض ولا بحال هكا، غادي نزيد دابا كاس ديال الزيت ديال العنبه اون فيلي وانا كنخلط. ملي دخل الزيت غادي نزيد دابا كاس ديال الحليب حتى هو وانا كنخلط. عندي خمارة ونص، هنا غندير اول كاس ديال الطحين. انا برميكم بالكيسان باش تجيو قد قد، وندير خمارة ونص تقريبا 12 غرام. نزيد الكاس الثاني، نخلط. نزيد الكاس الثالث، يعني انا مغرب لغير ثلاثة الكيسان، الى خصني غنزيد واحد نص كاس باش اللي ما تيعرفش القياس يعبر بكاس العلبة. الكاس الثالث هكا نخلط، ديما نخلط الطحين عاد باش نخدم الباطريه باش ما يطيرش عليا الغبره حالة. دخلت ليا ثلاثه الكيسان ديال الطحين، شفتو هذا هو القوام اللي بغيت. غادي ناخذ واحد شويه ديال الخليط باش غنزيد فيه واحد معلقه ديال الكاكاو. نخلطها ونطلق كاكاو، غادي تقل لي شويه الخليط، غنزيد واحد المغيمه ديال الحليب باش يرجع لي بحال الخليط الابيض ونخلط. يعطينا بحال هكا الخليط، يكون هكا في القوام ديالو. غادي ناخذ الطوال ديالي غندخل الفرن، غنخوي فيها الخليط الاول ابيض كله بسم الله. نحاول نقادو على الطاوة كلها، وبالنسبة للخليط الثاني غنديرو غير في صاب ديال الكونجيلاسيون. إلا عندكم البوش جيطابل ديروه، أنا غنديرو غير هنا بسم الله. وغادي نقطع له هذا الطريف
نبدا الزواق ديالي. نحاول ندير هنا علامه كبيره وانا غادا شكل حاله زوني بحال هكا. غناخذ واحد كيغدو ونجر هكا بسم الله بحال هكا 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 هكا. من بعد عاوتاني نعاود بسونس كونتخيغ باش كيعطيني هاد الشكل الجميل. وغادي ندخل الكيكة ديالي. نحاول ندير هاد الشاطية مغاديش نضيعو، هذا غنديرو في كويغطات ونطيبو حتى هو ان شاء الله. غندير الحليوة ديالي في الفران ساخن 180 درجة واحد من 25 حتى 30 ونطلق ان شاء الله. وهادو داك العجين اللي فيه الكاكاو اللي شاطليه درتو في هاد الكيسات الصغار، درت ليه زينته بالكاوكاو ايفيلي وندخلهم يطيبو تما ونطلقو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الكيكه. وهادو هما الكيكات الصغار اللي من العجين اللي بالكاكاو، شفتو كيفاش كيجي؟ تقدروا ديروا لكل العجين اسود او الابيض اللي بغيتيو. الكيكه ديالها هي ملي خرجت من الفرن كيفاش كتجي؟ كتجي رائعه في المنظر وان شاء الله حتى في المذاق. نستنى حتى تبرد شويه ونقلبها لكم في طبسيل التقديم. الكيكه ديالي ها هي كيفاش كتجي. تقدروا تدهنوا هنا بالكونفيتير وديروا شوكولا فيرميسيل كيجي باش يعطيك منظر رائع. ها انتما